يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تقبل شهادة الكافر في النسب؟ لا، شهيدين من رجالكم، ما تقبل شهادة الكافر إلا في مسألة واحدة كما في القرآن، عند في السفر على الوصية، على وصية المسلم، إذا أراد مسلم أن يوصي بوصية وليس عنده شهود مسلمون، ما عنده إلا نصارى، يستشهد من النصارى. نعم. يقول فضيلة الشيخ، شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان لوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أصابتكم مصيبة الموت. نعم.